بالجلالة والفخامة والسمو، إن التحديات جسام، ولكني واثق من أن العزم الصادق والجهد المنسق بين الدول العربية كفيل بمواجهتها. إن مصر تجدد عهدها معكم بأن تكون في القلب من كل جهد يهدف لإعادة الحياة إلى عملنا العربي المشترك ومواجهة الأطماع الإقليمية الخارجية في منطقتنا. فالأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، فالأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وإن شعوبنا العربية تنتظر من هذه القمة الكثير، فلنكن أهلا لتطلعاتها وآمالها. وفقنا الله جميعا إلى ما فيه خير أمتنا العربية.